السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة أسماء لتفصيل هلمة سابقا. أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هننفذ الموديل ده النهاردة. الموديل ده هياخد مترين قماش عرض 150. الخامة بتاعته ممكن تكون صوف خفيف أو تكون قماش أقطان زي الجبردين. تعالوا نشوف خطوات العمل. اول حاجه هنيجي نجهز قطعه القماش اللي هنشتغل عليها اهي. طبعا انا بعمل نموذج مش كبير قوي علشان الصوره تبان كلها. هنيجي ناخد طول القماش اللي احنا عايزينه. الطول باخده من اعلى حته في الكتف لغايه الطول المطلوب اللي انت عايزاه، عند الركبه فوق الركبه زي ما تحبي. الوسع بتاعها قد ايه؟ باخد دوران الارداف وبزود عليها. طبعا عند دوران الارداف هتزودي حوالي 20 سنتي مبدئيا. يعني لو كان محيط الأرداف مثلا 100 هتاخد قطعة قماشة وسعها 120 سنتي عشان الخياطات. الموديل بتاعنا من قدام ما هوش جاي على بعضه، مش الجزء الأمامي مش طابق على بعضه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. جهزنا كده قطعة قماشة، المفروض العرض ده أكبر من دوران الأرداف بعشرين سنتي، والجزء ده الطول اللي احنا عايزينه. هنيجي نحط كده المقاس بتاعنا، هنسيب جزء صغير بس كده للتانية ان هو يتني بس منه من قدام. اهو الجزء ده هتسيبيه حوالي قد ايه؟ هتسيبيه حوالي 3 سنتي بس، 3 سنتي. تعالوا نشوف هنطبق ازاي. اول حاجة بنيجي ناخد عرض الاكتاف، وعرض الاكتاف طبعا زي ما تعودنا قبل كده للي متابعين معايا، بناخد عرض الاكتاف من عظمة الكتف اليمين للكتف الشمال، وبناخد المقاس ده وبنقسمه على الاتنين. هناخد المقاس ونحطه كده من اول القماش السليم المفتوح ده هتسيبيه. هتحطي كده المقاس بتاعك، اهو طلعت عندي نقطة اهي. النقطة دي على طول بروح نازلة منها 4 سنتي اهو كده. بعد كده بناخد دوران الرقبة وبنقسمه على 5. مثلا لو الرقبة 35 على 5 فيها 7، فهاخد 7 كده اهو، وهنزل في الجزء الخلفي ده 2 سنتي، وهوصل كده وهوصل كده الكتف اهو. تعالوا بعد كده ناخد المقاسات بتاعتنا. اول حاجة بحدد خط الصدر اللي هو من اعلى حته في الكتف لغايه اعلى بروز في الصدر علشان احدد خط الصدر. فهنيجي كده ناخد المقاس، طلع معانا مثلا لغايه كده، هيبقى ده خط الصدر. من نفس النقطه من هنا بحدد خط الوسط اللي هو من النقطه دي كده لغايه فوق السره باربع صوابع، هيبقى خط الوسط. فكده هيبقى خط الوسط ايه بتاعنا ده الوسط. من بعد الوسط كده هتنزلي 20 سنتي من هنا. من بعد الوسط هتنزلي 20 سنتي علشان تحددي خط الأرداف. ده هيبقى خط الأرداف. خلاص كده. هنيجي بعد كده ناخد الدورانات بتاعتنا. دوران الصدر بلف المزورة حوالين الصدر وهاخد، وطبعا انت هتحطي برضو 4 سنتي مقدار راحة، يعني كل دوران زود عليه 4 سنتي مقدار راحة. مثلا عندي دوران الصدر لو هو مثلا 100 هيبقى 104، وهقسم المزورة بتاعتي 4 طبقات كده، وهحط المقاس برضو من عند الايه الناحية السليمة. طلع دوران الصدر مثلا لغاية كده. خدنا برضو دوران الوسط وقسمناه على الاربعة، زودنا الاربعة سنتي برضو وقسمناه على الاربعة، وحطينا المزورة بتاعتنا برضو قسمناها 4 طبقات، وهحط المقاس من اول هنا. طلع المقاس مثلا لغاية كده. هنيجي بعد كده ناخد دوران الأرداف برضو وهنزود عليه 4 سنتي، وهناخد المقاس بتاعنا على المزورة ونقسم المزورة بتاعتنا برضو 4 طبقات. طلع المقاس بتاعنا كده.
طبعا الجاكيت بتاعنا ما هوش متجسم، بل هو متدكك، يعني من الوسط معمول له شريط هيتدكك بيه. فانت هتيجي تاخدي المقاس كده من الصدر، مش هتعدي على نقطة الوسط، هتاخديه من الصدر كده بميل خفيف لغاية الأرداف ده كده خلاص. وممكن توسعي شوية كمان عشان الخياطة، ده سايبين جزء اهو واسع عشان الخياطة. تعالوا نشوف بقى ايه حردة الباط او حردة الجيرو. احنا كده خدنا المقاسات بتاعتنا كده، تعالوا نشوف حردة الجيرو. بنلف المزورة كده حوالين الدراع من فوق، الجزء ده كده، الجزء ده كده يا جماعة اهو، اللي هو التقاء دراع بالكتف. بلف المزورة حوالين المقاس ده بالظبط وما بسيبش فيه وسع. لو طلع مثلا 40 سنتي هاخد 20 سنتي حطهم من بعد النقطة دي، العشرين سنتي هحطهم من هنا اهو، من هنا اهو هحط مثلا العشرين سنتي طلعوا لغاية كده اهو خلاص. هنوصل النقطة دي بالنقطة دي. بعد ما وصلنا كده هتعملي خط كده موازي لخط الصدر ده من الزاوية القايمة اللي نشأت جديدة دي، هتروحي طالعة 2.5 سنتي كده عشان تدوري الحردة بتاعتنا اهو، دورناها اهي. بعد كده الجزء المفتوح ده اوصليه، وهنسيب الوسع ونقص، هنقص ده بس لسه هنشوف الحردة الامامية هنقصها ازاي. هنقص بسم الله، هنسيب سنتي فوق هنا بس للخياطة. هقص من هنا انا كده، هنقص الحردة الخلفية الاول، قصينا كده الحردة الخلفية. تعالوا نقص الامامية. الامامية هنزل لها حوالي 6 سنتي من هنا، 6 سنتي بعد الحرد، بعد ما احنا قصيناها مع الخلفيه، انزلي بعديها 6 سنتي وهتدوريها كده برضو اه. هنقصها هنعمل علامه خياطه هنا كده. قصينا الجاكيت بتاعنا، لسه واقف الكمام ولسه واقف الكابيشو بتاعته. هقص الكمام الاول وبعدين هنشوف بقية الخطوات. انا كده مجهزة قطعتين قماشة اهم للكمام. الكمام طبعا بتاخدي طول الدراع وبعدين بتاخدي دوران الدراع وتزودي عليه 4 سنتي اساسي. فإذا كان دوران الدراع 30 هيبقى 34، وتسيبي كمان مقدار للخياطة. هنقصه ازاي؟ احنا حاطين طبقتين فوق بعض اهم، وهنيجي كده للحردة بتاعتنا دي كده، هتقيسيها بالمزورة كده اهم، تاخديها زي ما هي كده من اول علامة الخياطة اللي فوق هنا لغاية علامة الخياطة اللي تحت هنا. هقيس الجزء ده كله، هقيسه كده وهاخده زي ما هو كده اهم، وهاجي للكم بتاعنا كده وهحطه كده بميل. الميل ده يعني ازاي هتعمليه ازاي؟ يعني لو انا دي عندي الكم كده، الجزء ده عبارة عن زاوية قايمة، فانا كأني بقسم الزاوية القايمة دي نصين تمام. يبقى انا هاجي هروح عاملة المقاس بتاعي كده خلاص اهو، خدت المقاس بتاعي يطلع زي ما يطلع. انت بتقيسيه بالمزورة طلع لغاية كده، هيبقى الجزء ده كده اللي هو وصل عنده الخط ووقف، ده الخط الخياطة بتاع الكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنيجي كده من نص الخط ده بالظبط كده، وهتروحي عاملة علامة، ومن فوق النص اللي فوق ده من هنا لهنا هتنصصيه برضو، وده هتنصصيه، يعني كأنك بتقسمي الخط لأربع أجزاء متساويين
خلاص. هنيجي للنقطة اللي فوق دي اللي هو من عند الناحية السليمة دي، وهنروح طالعين لها كده 1 سنتي، والنقطة الأخيرة دي في اتجاه الكم نفسه هنزل لها 1 سنتي اهي، وهبدأ أوصلهم. هوصلهم كده. النقطة اللي في النص منعملش فيها حاجة، هنوصل كده. هنيجي بقى نظبط وسع الكم من تحت ووسع الكم من تحت. بتيجي تاخدي مقاس الجزء ده كده، الدوران ده اللي هو هيسمح بدخول وخروج الايد بسهولة، الدوران ده كده، وهقسمه على الاتنين. فانا هاخد المقاس، طلع مثلا المقاس عندنا لغاية كده، هوصل خط الخياطة ده اهو، ده كده خط الخياطة اهو، وبعد كده نسيب وسع في الكم وهنقص. هنقص الكم اهو، نسيب فيه جزء زيادة للخياطة، نيجي نعمل علامة في النص كده عشان التركيب. كده قصينا الكم. هنبدأ نقفل بقى الكتاف بتاعتنا عشان نقدر نكمل بقية الجاكيت، ونشوف هنقص الكابيشو بتاعه ازاي. انا كده قفلت الكتاف وقفلت تنيت الجزء الامامي اللي هو المرد الامامي، تنيته اهو. وتعالوا نشوف هنقص الكابيشو بتاعه ازاي او الزونت. هتاخدي مقاسه ازاي؟ هقولك بقى تاخدي المقاس ازاي، علشان في ناس كتير بتقعد تسألني وتقولي اخد المقاس ازاي. انت بتيجي تاخدي قطعة قماشة طولها من عند دوران حردة الرقبة الخلفية لغاية قمة الراس. يعني لو دي دوران الحردة الخلفية، هتاخدي المقاس كده من هنا لهنا، ده طول القماشة، وتزودي 4 سنتي. اما العرض فهيبقى عرض دوران الرقبة كلها. يعني هاخد قطعة قماشة اهي كده، هاخد الدوران ده كده، شوفوا دوران الرقبة اهو، هاخد المقاس هيبقى من هنا لهنا، ده عرض القماشة، وهتزودي عليها برضو 4 سنتي علشان التانيات والكلام ده كله. تعالوا كده نقصه. انا كده اخد قطعة قماشة زي ما قلنا بالطول اللي احنا عايزينه، هنيجي كده لحردة الرقبة اهي. ده طبعا بعد ما قفلنا الكتاب، دي الحردة كلها. حطي القماشة بتاعتك لتحت كده لتحت، وهتيجي كده هوت ترسمي حردة الرقبة كده بميل شوية، بميل الميل دوت يعني ممكن يكون قد ايه، ممكن يعني تنزلي من هنا حوالي 3-4 سنتي من الحتة دي كده. هرسمها اهي كده زي ما هي كده اهي، زي ما هي كده خلاص. ده كده الجزء ايه، ده الحردة بتاعتنا اللي هتتركب في الرقبة. من هنا بقى بتسيب جزء بس علشان احنا لسه هنتنيه. يعني انا هقص جزء من هنا كده عشان لسه هنتنيه من جوه. طيب انا كده هقصلك الجزء ده، ونشوف بعد كده هنكمل الرسم بتاعنا ازاي. دي كده الحردة اهي، قصناها اهي خلاص. بقى عندي القماش كده في النص من هنا، في النص من هنا هم الجزء ده هتروحي مدوراها كده، اخداها دايرة كده اهو، بس هتدوري الجزء ده، هتدوريه على قد ايه؟ ممكن تيجي من الزاوية دي وهتنزلي حوالي 4 سنتي اهو، هتعملي كده نقطة وتوصلي دول ببعض كده. ده ابسط شكل. هنقفل كده، وبعد كده بعد ما هنقفله هنبدأ نتني الجزء ده لجوه كده عشان ده هيتدكك برضو. هقفله ووريهولكم.
قفلته اهو. تعالوا نشوف هنركبه ازاي. هنقلبه كده على وشه وبعدين هنجيب حربة الرقبة بتاعتنا اهي، وهنحط النص على النص، نص من هنا كده، وهنبدأ نخيط. هنخيط في جزء طبعا احنا سايبينه واسع اهو كبير، عشان لسه هنتنيله تانية اللي هو هيتدكك منها. خلاص يبقى هحط انا كده النص على النص اهو كده، وهنبدأ ايه نقفل كده. انا قفلته كده يا جماعة اهو، وسايبة فيه جزء كبير من هنا ومن هنا فايض. هنعمل ايه؟ هتروحي جاية في وضع الخياطة كده، في وضع الخياطة كده، هتروحي تانية ده، تانية الطرف ده على ده كده، عشان بس يطلع نضيف في الخياطة، وهتتنيها كده. يبقى ها اهو كأننا بنخيطه. هنجيب الطرف ده هتنيه كده اهو، وهتني طرفه بس كده عشان لما اجي اتنيه، وهعمله بدبوس كده ووريه لكم، وهعمل الطرف التاني برضو وهوريه لكم اهو. تنيناه عليه اهو، وهتتني طرف تاني كده عشان ايه نظافة الخياطة. لو جينا قلبنا كده من هنا هنلاقيه بقى من هنا متركب نضيف، هيبقى من الناحية دي كده نضيف في الدبوس، هيبقى الجزء ده كده نضيف من هنا ومن الناحية التانية. هخيطها وارها لكم، هتبقى من ناحية كده، وبعد كده هنروح ايه تانيين ان ده الجزء ده اللي هو هيتدكك. عملناها يا جماعة، هتروحي بس تانية انش ده كده، ده اللي هيتدكك منه، اللي هيتحط فيه الرباط. هتنيه طبعا، هيتني بقى ايه كله كده. انا كده يا جماعة تنيته. قبل ما هقفل الجناب وقبل ما هركب الكمام، هنحدد خط الوسط بتاعنا علشان هنركب عليه الشريط اللي هيدكك منه. فاحنا هنطبق القماش بتاعنا كده، وهنعمل علامات عند الوسط. ده كده كان خط الوسط هنا، كنا ساعة ما احنا رسمينه ده خط الوسط. هنعمل فيه علامات عشان لما نيجي نسطر كده. هنطبقها طبعا على الجزء الامامي. الكم بتاعنا يا جماعه ما فيهوش حرده اماميه وحرده خلفيه، لانه هو يعني الكم بتاعه ساقط شويه. نحط العلامات كلها على بعضها عشان تبقى مظبوطة. حطينا كده العلامات، هنبدأ نسطر قبل ما نخيط عشان العلامات ما تضعش مننا. هنسطر من فوق الوش علشان الرباط بتاعنا هيتركب من على الوش اهو كده. ده كده بالنسبة للظهر، وهنيجي للأمام برضو الجزء الأمامي وهنسطره.
طيب احنا كده سطرنا وجهزنا عشان لما نقفل الجناب يبقى بسهولة هركب الشريط بتاعي. تعالوا نشوف هنركب الكم ازاي. الكم ودي الحردة بتاعت الجيرو، كنا عاملين علامة هنا في النص، هنيجي نحط النص على النص كده، وانا افضل الطريقة دي للمبتدئات، وهنبدأ نخيط لغاية علامة الخياطة ونقف. هنخيط كده ونقف ونخيط من الناحية دي كده ونقف عند علامة الخياطة اللي في الجنب اللي هو الفرد اللي احنا سايبينه ده، او ممكن تقفل الجناب وتقفل الكمام وتركبيها على المقفول. انا بحب اركبها على المفتوح وخصوصا للجماعة المبتدئين. ركبنا الكمام على المفتوح اهو، هنبدأ بعد كده ايه نحط الخياطة دي على الخياطة دي كده، دبسيها بدبوس، ثبتيها بدبوس يعني كده، وبعد كده هتبدأي ايه تخيطي كده، تخيطي الكم مع الجناب مرة واحدة كده، نخيطهم. مع الكمامة اتركبت وتنيتها وتنيت الديل. تعالوا نشوف الجيوب هنعملها ازاي. هتاخدي قطعتين قماش طولهم كده 16 × 16 يعني مربعين، هتمسكيهم كده تطبقيهم مجوز، وبعد كده تيجي من الطرف من تحت كده وتروحي عاملاه مثلث شوية كده، فيبقى شكله عامل كده. هتروحي جاية بالمكوة وتانية الأطراف دي كلها زي ما انا عملت كده، كل الأطراف ثنتها لجوه بالمكوة. جهزت انا قطعتين قماش وتنيت اطرافهم ونعملهم جيب. هنحط الجيب على بعد قد ايه من خط الوسط اللي احنا عملناه ده مخططينه. هنحط الجيوب على بعد 13 سنتي من خط الوسط. هتيجي كده تقيسي من هنا لهنا 13 وهتعملي علامة. هنحط كده الجيب الاولاني ونحدد علامته، وبعد كده ايه نظبط عليه الجيب التاني اهو كده، هيبقى من هنا لهنا. هنظبط عليه الجيب التاني، هنجيب القماش على ظهره كده وهنضغط التباشير هيعلم اهو، هعلم لي نقطة ونقطة. هنركب بقى الجيبين، جيب هيتحط اهو في مكانه هنا، والجيب التاني هنا، وممكن تعمل لهم تطريز على المكنة خياطة كده داخلية، خياطة كده هحط انا الجيب التاني اهو وهخيطه. الجيوب كده اتركبت يا جماعه، فاضل لنا الشريط اللي هندككه من عند الوسط. الشريط ده بتاخد الشريط بطول المسافه دي كلها، طول الجاكيت كله بالعرض بتاعه كله كده، وهناخد الشريط ده وهنكويه من الاطراف بتاعته زي ما انا كاويه كده. هتكويه عشان لما تيجي تركبيه يبقى سهل بالنسبه لك، وبتكوي اطرافه برضو كده. الجزء ده، الجزء ده المفروض بيتقفل برضو على المكنه كده، وبعدين بعد ما بقفل الاطراف بنقلب الجاكيت بتاعنا كده اهو، وهنركب ده كده على الخط، بدايه من الخط اللي احنا مسطرينه. هنخيط من الطرف ده ومن الطرف ده، الخياطة بتاعتنا هتبقى كده من هنا، من الأطراف دي كده، من هنا كده، ومن هنا كده. هخيطها كده. ركبنا الشريط اللي هو هيتدكك منه رباط، وتعالوا نعمل الفتحة اللي هنا في الكابيشو من هنا، علشان هي المفروض بتعمل لها يعني زي بتاعنا حاس كده، بس احنا طبعا بنتصرف بنعمل المتاح لينا. هتجيبي بخورة، بخور والع اهو،
وهتروحي عامله فتحه هنا اهي بكل بساطه كده كده، مش هتتنسل وهتقدري تدككي منها الاربطه بتاعتنا اهي، وهنبدا ندكك. او ممكن تشبكيها كده في بنسه بتاعت شعر كده اهي، وهندخلها من الفتحه وهنبدا ندكك. ده كده اللي هنا، هنبدأ بقى ندكك اللي في الوسط برضو. ده كده الجاكيت بعد ما خلص، يا رب يعجبكم. كانت معاكم مدام اسماء، ولو عجبكم الفيديو من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.